بإذن الله تعالى سوف نتطرق للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، الاختراقات، تهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، استهداف القدرات الحوثية وعمليات إسناد الجيش الوطني اليمني. العمليات الإنسانية لا تزال المنافذ الإغاثية اليمنية وعددها 22 منفذ البحري والجوي والبري تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية وتمنح التصاريح لجميع الطلبات الواردة إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف. مجموعة التصاريح من بداية العمليات العسكرية وحتى اليوم كما تلاحظون على الشريحة 26997 بما فيها أوامر عدم الاستهداف للمنظمات العاملة بالداخل اليمني. السفن التي تم التصريح لها لميناء الحديدة خلال الفترة عدد 4 سفن كما تلاحظونها، وتلاحظون المواد الإغاثية أو عفوا المواد الغذائية على هذه السفن والكميات. المنافذ الجوية، عدد الرحلات إلى الجمهورية اليمنية عدد 42 رحلة، عدد الركاب 4288. المنافذ البرية، التصاريح المعطاة من قيادة القوات المشتركة للتحالف عدد 14 تصريح. الموانئ البحرية، التصاريح لكافة الموانئ اليمنية 35 تصريح. المواد الغذائية، المواد الطبية، المشتقات النفطية ككميات كما تلاحظونها على العرض. السفن المتواجدة حاليا في الموانئ اليمنية ومناطق رمي المخطاف في الحديدة والصليف عدد 6 سفن لهذا اليوم، وكذلك تلاحظون السفن المتواجدة بالموانئ الخاضعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. السفن التجارية المتواجدة في رمي المخطاف في الحديدة والصليف عدد 4 سفن المجموع 29. كان خلال الفترة الماضية هناك العديد من السفن التي قامت الميليشيا الحوثية بعرقلة وصولها إلى ميناء الحديدة وكذلك ميناء الصليف. كان هناك سفينة امتي رهونة وكذلك جريت كي التحالف أعلن عنها في خلال الفترة، وكانت موجودة لفترة طويلة امتدت إلى أكثر من شهرين، وتم التصريح لها من قبل الميليشيات الحوثية بدخول الميناء. النتائج المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، عدد المستفيدين إلى هذا اليوم بلغ 4,954,742 مواطن ومواطنة يمنية بالداخل اليمني. لا تزال المملكة العربية السعودية على قائمة أكثر الدول تبرعاً من خلال خطة الاستجابة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مبلغ تقديري 2.96 مليار دولار، وتم كما تعلمون جميعا تسليم المبالغ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وتعهد دولة الكويت بمبلغ 250 مليون دولار لخطط الاستجابة. تقوم الميليشيات الحوثية باستخدام الأطفال، كذلك تقوم بتجنيد النساء في اختراق للعرف والتقاليد الموجودة بالجمهورية اليمنية، وقامت بتجنيد النساء وإقامة بعض المعسكرات التدريبية للنساء اليمنيات. هذه الصور تشرح تدفق المساعدات الإنسانية ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. في الانتهاكات الحوثية، وكما أعلننا قبل تقريبا يومين، كان هناك إعلان عن تدمير منظومة اتصالات متقدمة للميليشيا الحوثية قامت بتركيبها وكذلك استخدامها بمساعدة خبراء أجانب من النظام الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي. تلاحظون على الشريحة التوزيع الجغرافي والمسافات لمنظومة الاتصالات الحوثية العسكرية. هذه المواقع تمتد تقريبا كما تلاحظون المسافة، وهي موجودة في 5 مواقع جغرافية مرتبطة ارتباط مباشر بمنظومة قيادة وسيطرة في محافظة عمران. المعلومات التي تم الفسح فيها في هذه المنظومة هي معلومات بسيطة لسرية المعلومات في الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة والاتصالات. الميليشيا الحوثية حاولت إيجاد مواقع جديدة لها بتموضع هذه المنظومة واستخدامها بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية. كانت المراقبة من خلال منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع مستمرة منذ بدء عمليات التركيب، وكذلك محاولة استخدام شباك التمويه، ومن خلال استخدام النمط التحليلي لاتصالات العدو خلال الفترة التي تم فيها مراقبة هذه المنظومة. كما تم وضع دفاعات جوية ما يدل على أهميتها كما تلاحظون
للعرض هذه الاتصالات، وهذه على الشريحة تلاحظون مواقع المضادات الجوية والصور التي تم وضعها، وكذلك الأسلحة القريبة لحماية هذه المنظومات التابعة للاتصالات. تم تزويد الميليشيا الحوثية بتقنيات عالية من خلال كما أسلفت دراسة النمط التحليلي لهذه المنظومة باستخدام التشفير وكذلك النهايات الطرفية وارتباطها بارتباط مباشر بمركز قيادة وسيطرة في العمق اليمني وكذلك مراكز قيادة وسيطرة متقدمة على الحدود السعودية. هناك بعض الأدلة والتي لأمن العمليات لن نعرضها لكم، ولكن تثبت وجود الخبراء الأجانب في أحد الكهوف في جبل مران وتشغيلهم وتدريبهم للميليشيات الحوثية في استخدام هذه المواقع، وكذلك تدريبهم على مركز القيادة والسيطرة للتواصل مع العناصر الموجودة في المقدمة. ما بعد الاستهداف أو عمليات الاستهداف تم دخول الميليشيا الحوثية على الشبكة المفتوحة واستخدام الترددات على الموجات اليو اتش اف والفي اتش اف، وكان هناك ضغط على الشبكة بعد أن تم تدميرها. هذه المنظومة هي كالمنظومة التي تم تزويد حزب الله اللبناني الإرهابي فيها، هي امتداد لتزويد الميليشيات الحوثية وكذلك الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون بقدرات نوعية كالصواريخ البالستية وكذلك اتصالات وتقنيات متقدمة. وعلى سبيل المثال ما تم تزويد حزب الله اللبناني الإرهابي بمنظومة اتصالات في جنوب بيروت أو في الضاحية الجنوبية وكذلك تزويدهم بصواريخ فاتح 110، وهذه برعاية من النظام الإرهابي الإيراني والذي يرعى المنظمات والجماعات الإرهابية. هذه مواقع المضادات الجوية تلاحظون على الشريحة موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل الوشحة بمحافظة حجة، وهي موجودة منظومة الاتصالات في محافظتين يمنية للهوائيات وكذلك النهايات الطرفية في محافظة حجة وفي محافظة صعدة، وجود مركز القيادة والسيطرة في محافظة عمران. تلاحظون على العرض القدرات التي تم تزويد الميليشيات الحوثية فيها. تلاحظون موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مفتاح محافظة صعدة، هذا هو الموقع الجغرافي وكذلك وجود المنظومة بكافة المساعدات الخاصة بالمنظومة من المولدات الكهربائية وغرف القيادة والسيطرة والتحكم، الهوائيات كما تلاحظونها. هذا موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مفتاح يتبع. هذه موقع الاتصالات ومباني التحكم في جبل مران، وهذا يعتبر من أهم المراكز التي يوجد فيها مركز قيادة وسيطرة. تلاحظون في أعلى الشريحة كهف للقيادة والسيطرة، وجود الخبراء الأجانب الذين يقومون بالتدريب وتشغيل المنظومة ومساعدة الميليشيا الإرهابية. مضاد للطائرات موجود بالموقع وكذلك منظومة الاتصالات. موقع اتصالات غرف تحكم مولدات كهربائية غرف العمليات وهوائيات في جبل النوعة محافظة صعدة، أحد المواقع الخمسة كما تلاحظون الموقع، وهنا يوجد مركز القيادة والسيطرة داخل العمق في محافظة عمران. هذه المنظومة المتواجدة أيضا في جبل النوعة، تلاحظون على يمين الشريحة المنظومة وكذلك التوصيلات أو الدوائر الكهربائية وكذلك الداتا للمعالجة، المولدات الكهربائية، محاولات التمويه. هذه موجودة في المنظومة موجودة في رأس الجبل في رازح بمحافظة صعدة، هذه المولدات الكهربائية، منظومة الاتصالات وكذلك الهوائيات، وهي عبارة عن استقبال وإرسال، استقبال من منظومة القيادة والسيطرة الموجودة في عمران ومحاولة الإرسال إلى الخطوط الأمامية للجبهات. أيضا تتبع في جبل رازح، تلاحظون المنظومة يتبع جبل رازح غرف المساندة الفنية وكذلك المعالجة. منظومة الاتصالات في جبل مشطب الغربي محافظة صعدة، أحد المواقع الخمسة يتبع للموقع.
هذا مبنى القيادة والسيطرة، وهذه الهوائيات المستخدمة للاستقبال والإرسال. هذه عبارة عن المنظومة، تلاحظون التمديدات ومحاولات التمويه بالشباك. نعرض لكم الآن بعض الصور من منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع كفيديو يوضح المنظومات، منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية وكيف تم بناؤها. تلاحظون هذا أيضا يوضح المنظومة في أحد المواقع. عملية استهداف ومهاجمة شبكة اتصالات هذه الموجودة في رازح كما تلاحظون، عملية الاستهداف للميكروويفات، أيضا عملية استهداف لموقع الاتصالات الآخر وهي في مناطق جبلية مرتفعة. هذه أحد الأبراج المستخدمة وتلاحظون التمديدات باستخدام هذه المنظومات. مركز قيادة وسيطرة كما تلاحظون تمويه، وتلاحظون التمديدات إلى مركز القيادة والسيطرة على المؤشر، عملية التصويب، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف المنظومة ومركز المعالجة والنهايات الطرفية، عملية التدمير، أحد المواقع المستهدفة للمنظومة. هذا لأحد مراكز القيادة والسيطرة الموجود في محافظة عمران في جبل المقلق، وهو عبارة عن منطقة لاستقبال الاتصالات مربوطة بعدة اتصالات. هذه المنطقة يوجد فيها الكثير من مراكز القيادة والسيطرة والتدريب، وهي عالية التمويه. تلاحظون عملية التمويه لاستخدام المنظومة داخل التجاويف الجبلية. هذا يعتبر أحد المواقع الموجودة في جبل المقلق، وهناك الكثير من الأهداف التي تم تدميرها في منظومة القيادة والسيطرة التابعة للمنظومة على الحدود السعودية. عملية الاستهداف للهدف وتعريف الهدف في منطقة جبلية عالية التمويه. استمرار عملية تعريف الهدف. وعملية التدبير. هذه عملية استهداف مهاجمة مضاد طائرات لحماية منظومة الاتصالات. عملية التدمير تلاحظون على الشريحة ما بعد الاستهداف للمضاد للطائرات. نعرض لكم بعض الشرائح لأضرار ما بعد القصف لمنظومة القيادة والسيطرة المتواجدة في أماكن المنظومة. هذا الهدف قبل التدمير. هذا الهدف كما تلاحظون يستخدم كمنظومة قيادة وسيطرة في التجويف الأرضي. أيضا عملية ما بعد أضرار ما بعد القصف للمنظومة، مركز القيادة والسيطرة في جبل مشطب، وعملية التدمير الكلي. مناطق إطلاق الصواريخ البالستية، لا تزال محافظة صعدة وعمران هي منطقة إطلاق الصواريخ البالستية، وكذلك كما عرضنا لكم كمنظومة قيادة وسيطرة هي موجودة في محافظة عمران. الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها على المملكة خلال الفترة عدد صاروخين باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين. في الجانب العملياتي
تواصل قواتنا عملياتها الهجومية بعد أن تم تدمير الشبكة، وكذلك استمرار العمليات في كافة الجبهات وعلى كافة المحاور لوضع الضغط العملياتي. وفقدت الميليشيا الحوثية السيطرة وكذلك استخدام الشبكة المفتوحة بعد أن تم تدمير الشبكة المشفرة. وكما تعلمون هذه الشبكة لا يمكن للميليشيا الحوثية الحصول عليها أو تصنيعها، وغير موجودة في نظام المعركة للجيش اليمني سابقا. في باقم تواصل قواتنا عملياتها من أبواب الحديد وجبلية والجبل الأسود باتجاه مركز المديرية، كما نفذت عمليات هجومية وطهرت سلاسل جبلية بطول 8 كيلو متر شرق قرية الفرع. وفي البقع نفذت قواتنا عمليات هجومية سيطرت من خلالها على جبل ميهر والأجزاء الشرقية من جبل محجوبة، كما توغلت قواتنا في منبه وغمر وسيطرت على جبل مشواه وجبل خيران، وسيطرت على الأجزاء الشمالية والغربية من جبل الزهور، والعمليات مستمرة. في حجة تنفذ قواتنا عمليات الهجومية جنوب ميدي وسيطرت على عقم نخلان ومرسى حبيل ومصنع الملح، وتواصل عملياتها جنوب جبل أبو النار. في الجوف تم استهداف تدمير عربة كاتيوشا وتجمع لأفراد الميليشيات الحوثية بإسناد من المدفعية السعودية. في محور تعز في طور الباحة شرق تعز تمكنت القوات المولية الشرعية من السيطرة على ركيزة وقبع زبيدة. في أيضا محور تعز غرب القبيطة تمكنت القوات المولية الشرعية من تحرير موقع الشعب والجوازعة بالكامل، وتقوم فرق نزع الألغام بتطهير المواقع المحررة من قبل الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني وبدعم من التحالف. في فرضة نهم اشتباكات ورمايات مستمرة مع قوات العدو في مواقع قوات الموالي للشرعية في عيبان. في محور البيضاء جبهة قانية تم استهداف تدمير دشم مواقع العدو وتكبيد خسائر في الأرواح والعتاد من قبل طيران التحالف. هذه لبعض الأسلحة والألغام الأرضية والعبوات المبتكرة التي تم تطهيرها من الأراضي المحررة. تلاحظون آثار زراعة الألغام التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على الحياة الطبيعية وحياة المدنيين والأطفال والنساء.